اليوم بمناسبة 9 أفريل الذكرى الوطنية لعيد الشهداء اللي خرجوا فيها التوانسة سنة 38 واستشهد فيها توانسة من أجل مطالبة ببرلمان تونسي وحكومة تونسية، وأيضا بمناسبة الذكرى السنوية لإطلاق جبهة الخلاص الوطني، وأيضا بسبب الاعتقالات اللي طالت مجموعة من القادة السياسيين والتنكيل بهم وانتهاك حقوقهم، بأيضا احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب اللي عايشته البلاد والسياسات الانعزالية اللي ماشية فيها السلطة واللي قاعدة تدفع بها في البلاد للانهيار. للأسباب هذه كل جينا اليوم مرة أخرى بعد سنة ونصف ما زلنا نحتج في الشارع بأسلوب مدني وسلمي على هذا الانقلاب، نطالب بالعودة للمسار الديمقراطي، نطالب بالعودة لدستور 2014 ولفتح باب الحوار الوطني مع كل الفرقاء السياسيين دون استثناء ودون إقصاء، نطالب أيضا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبتمتيحهم بحقوقهم باعتبارهم مساجين سياسيين لنص عليه القانون الدولي، ثم أيضا نحتج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب اللي عايشته البلاد والخطاب العزلة والكراهية اللي قاعد يتردد من أعلى السلطة اللي ماهوش قاعد يعاون في التوانسة باش يحلوا مشاكلهم بقدر ما قاعد يجيش في التوانسة ويحرض فيهم على أنهم يتقاتلوا ويهدد السلم الأهلي. بالمناسبة هذه الشعب التونسي طبعا طالب الجانب الفرنسي بالاعتذار، صارت مبادرة في البرلمان المنحل السابق ولكنها ما نجحتش وما تفعلتش المبادرة هذه. إذا كما شفنا أيضا ثم معناتها ملف شهداء وجرحى الثورة، كيف بقى عائلة الشهداء والجرحى دول، وقلت معناتها الملف بتاعنا بقى يروح المكان بتاعه طيلة خاصة العشر سنوات اللي فاتت، كيف بخصوص طلب الاعتذار من الجانب الفرنسي، يقول لك شنو الفرق علاش الجزائر تحصلت على هذا المطلب واحنا شبينا؟ لا هو ثم مشكل انه صحيح ثم صعوبات خلال العشرية السابقة في التعامل مع برشا ملفات من ضمنها ملف شهداء الجرحى ومن ضمنها أيضا تعطل ملف العدالة الانتقالية، وأنا قاعدين نشوفه إلى حد اليوم في الملف هذا كيفاش قاعد يروح في مكانه وما تقدمش تقدم جوهري، لكن تعطل معالجة بعض الملفات ما يعنيش أنه نقبله بالأمر الواقع ونستسلمه وكل سلطة نبرؤها من مسؤوليتها في معالجة الملفات هذه بادعاء أنه الحكومات السابقة ما عملتش الشيء هذا، بالعكس كل حكومة هي مسؤولة على معالجة المشاكل هذه، وإحنا سمعنا رئيس الدولة خرج في أكثر من مرة وهو يتحدث على نيته معالجة المشكلة هذه اللي هو من ضمن مشاكل كثيرة معقدة في البلاد ما عملش فيها حتى شيء. الآن طوال سنة ونصف ما شفناش تقدم في أي ملف من الملفات اللي أعلن عليها الرئيس، وهذا فشل آخر ينضاف لعمل الحكومة هذه ولأداء سلطة الانقلاب. أيضا خلينا نحكيه على ملف الساعة وهي قضية التآمر على أمن الدولة وتحديدا على المساجين السياسيين، شفنا في آخر تصريح لوزير الخارجية قال إن هناك حقائق تدين معناتها بعض المساجين السياسيين، شنو رأيك؟ للأسف الملف هذا خاوي تماما من أي أفعال يجرمها القانون. المجموعة هذه هما مجموعة من السياسيين التقاوا حول مائدة واحدة للحوار يبحثوا على تصور مشترك لمعالجة الأزمة اللي تمر بها البلاد، كان في نيتهم هو الدفع لحوار وطني وجمع كل الفرقاء السياسيين حول مائدة واحدة لإدارة هذا الحوار. هذا أول مجموعة استطاعت أنها تتجاوز الصعوبات التقسيم السياسي والإيديولوجي في البلاد باعتبار ضمت مجموعة متنوعة تمثل كل العائلات السياسية والإيديولوجية، ولما أحست السلطة بخطورة هذه المبادرة بأنها ستكون وربما تنجح في تجميع الساحة الوطنية وتوحيد الساحة الوطنية حول رؤية واحدة لمواجهة هالانقلاب هذا، سارعت باعتقالهم وبتلفيق وفبركة التهم لهم اللي بعد النيابة العمومية شفنا الكل كيفاش أصدرت بيان وانفات عليهم مهمة التخابر، وبالتالي ما عادش تم حتى المقوم الأساسي لفكرة المؤامرة تنفات وهي تهمة التخابر، وهذا دليل آخر على أن السلطة هذه والقضية هذه خلفيتها سياسية وليست خلفيتها إجرامية. ما تمش تفاعل مع التحركات الاحتجاجية لجبهة الخلاص المطالبة بإطلاق سراح المساجين، هل إنه فما تصعيد؟ لا احنا قاعدين نطالب وهذا هو مسألة مبدئية،
بالتالي ما ناش حاطين سقف زمني للمطالب هذه. مادام عندنا اعتداء على الحريات ومادام ثم مساجين ومادام ثم انتهاكات، مش تقعد ديما جبهة الخلاص الوطني تدافع على كل تونسي. المرة هذه ربما ثم قادة سياسيين معتقلين، ولكن إذا كان ثم توانسة في وقت من الأوقات باش يتعرضوا لأي انتهاك، فإنه جبهة الخلاص الوطني من مسؤوليتها أنها تدافع على التوانسة هذوكم وأنها تتبنى القضية نتاعها، وبالتالي هذا يدخل في جوهر عمل الجبهة بدون أسقف زمنية وبدون انتظار رد فعل السلطة. نهارة اللي تترفع المظالم الكل اللي تسلطت من السلطة هذه في البلاد، وقتها نجم نقولوا اللي راهو الآن رجعنا للديمقراطية ورجعنا لحقوق الإنسان، وبالتالي نرجعوا لاستئناف مسارنا الديمقراطي.